بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موقع سيباوي كون كوم، ودرس جديد اللي غادي نشوفوا فيه كيفاش نافيكتيو اون فالور لواحد الفاريابل. الدرس اللي فات شفنا فيه لي فاريابل بلي تيب نتاعهم، يعني كنقصد فاريابل لوكال اللي كان ديكلاري انا فاريابل سيستم، وشفنا كذلك كيفاش بعض لي تيب تاع لي فاريابل وديكلاراسيون سامبل كل فاريابل بوحدو وديكلاراسيون مولتيبل. دابا حنا هاد لي فاريابل اللي ديكلاريناهم كيفاش نهز اون فالور ونستوكيها في وسط فاريابل، بمعنى لا نونسيون تاع لافيكتاسيون. طيب اول حاجه غادي نديكلار واحد فاريابل، ديكلار نعطي واحد السميه باغ اكزومبل لو نو دو تيب فارشا. انا قلنا 255، انا ديجا ولفت هاد الفالور، ممكن ندخلو اي فالور، قدر كيف قلت ندخلو ماكس. بالنسبه لهاد ماكس هذه كتاخد القيمه تاع شي 8000 فقط، 8000 كاركتر، من عند درت ماكس حركه ولا في كاركتر، لذلك انا غادي نخدم فقط بشي 20 كاركتر. طيب هنا هذا فيما يتعلق بالنسبه للديكلاراسيون، غادي نديكلاري نيكزيكوتي ما هنا صامش. بالنسبه لواحد النص مهمه هنا في وسط ترانزاكت اس كيو ال اولا في وسط لونفيرونمون نتاع مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو، الا بغيت نيكزيكوتي شي روكيت اولا بغيت نيكزيكوتي شي بعض لي انستركسيون كنسيليكسيوني لا بارتي لو بغيت وكندير اكزيكوت. اذا نسيليكسيوني لا بارتي لو بغيت بالضبط، اما الا ما سيليكسيونش لا بارتي ودرت اكزيكوت كي اكزيكوتي الدوكيمون كامل. انا غادي نسيليكسيوني لا بارتي ثم جو في اكزيكوت. طيب قلنا لافيكتاسيون كاينين جوج تاع لي تيب تاع لافيكتاسيون رئيسي، عن طريق سيلكت لا كوموند سيلكت وعن طريق سيت. حنا غادي نشوفو الفرق بيناتهم. بالنسبة نديكلاري لي فاريابل اخر لو نو اج دو تيب انت. بالنسبة للفاريابل الاولاني سيت اولا لو موكلي الاولاني سيلكت كنعطي سميت الفاريابل ايج كيساوي 15 باغ اكزومبل. تاني كذلك سلي نعطي مثلا لو نو كيساوي 20 او لا هنا ما نساوش ارباس كيساوي مثلا شين دو كاركتير. غادي نعطي اون فالور باغ اكزومبل لو نو باغ اكزومبل. مزيان دابا اش هذا كنكون افيكتيد هاد الفالور 15 لهاد الفاريابل اج وهاد لا فالور هلال لهاد الفاريابل لون. اذا ندير واحد لو تيست لاحظنا شيء اخر، ما غاديش انا نجي نسيليكسيون هادو فقط وندير اكزيكيوت، هنا غادي يكتب ليا ماست خصني ديكلاري هاد الفاريابل ايج، لذلك خصني نسيليكسيوني ديكلاراسيون ولا افيكتاسيون اون ميم طون. لاحظنا افيكت الفالور ما بان حتى شي حاجه في الريزولتا. هادشي بمعنى انه ما دومونتيش انا باش يبين لي شي حاجه، فقط قلت لي افيكتي. كون قدر الله جيت انا هنا قلت لي افيشي لي لي فالور غادي افيشيهم لي. اذا كان ندير سيلكت سميت الفاريابل كيساوي لا فالور تاعو. وشي اخر مهم هو انني خصني نحيدو باغ اكزومبل مثلا ندير 20 مثلا هنا باغ اكزومبل، نجي هنا مثلا نكتب مثلا نو باغ اكزومبل هكا، ثم غادي نزيد اكزيكيوت. كنلاحظوا انه لقى ما عرفش ما قدرش يكونفيرتي هاد الشين دو كاركتر للنومبر هنايا، وهاد لو نو نجيو نحيدو هاد لالين ونديرو هاد لالين هكا بهاد الشكل. هنا قدر يهز هاد 20 ويحول هادو تيب فارشا، بينما العكس لا، العكس لا. نجي كذاك نحط انا مثلا 15 ولاحظنا درت عفوا درت لي كوت هنا قبلهم. اذا لي كوت ماشي مهمين في هذا لو بوان بالضبط، اما بوان اخر راه مهمين لي كوت. وكان افيكتي لا فالور خص دائما لا فالور تكون كتغيسبكتي لو تيب نتاع هاد لي ليون. هذا فيما يتعلق بالنسبه لسلفت ولافونتاج تاع سيلك. وهنا ممكن نجي كذلك قبل ندوزو لافونتاج سيلك، ممكن نجي كذلك ونجي نعطي هاد الفالور كونترول سي كونترول في و رومبلاسي سيلي بسيت بدون اي مشاكل. نديكلاري غادي يدوز كلشي مزيان كي سيتي افيكتاسيون افيكتاسيون كي افيكسي افيكسي. وبالنسبه بصفه عامه لافيكتاسيون الا كانت افيكتاسيون الاولى وتابعها افيكتاسيون الثانيه، الفالور اللي تافيكتات المره الاولى كتلغى وكتجي بلاصتها الفالور اللي تافيكتات المره الثانيه. طيب
قلنا السد ما كانش بيتهم مشكلة، ولكن اشنا هو الفرق بين سد وسلكت؟ هذا هو سؤال جد مهم. الفرق بينهم هو ان سد سلكت كتعطيني لاكسي او لا تعطيني الحق باش نمودي فيه او لا باش نافيكتي بليزيوغ فالور في انستركسيون سلكت وحده، في انستركسيون سلكت وحده. باغ اكزومبل غنجي ندير ردو حنا دي فالور كل شويه لوجيك هنا لارج لا لو باغ اكزومبل هنا لارج 25 لو نو لي تكست اذا ندير اكزيكوتي صباح. لافونتاج قلنا سيك هو انني عندي الحق ندير هاد لافيكتاسيون باش ما نديرهم جوج المرات، غادي يجمعوا بلاصه واحده او لا في لالين وحده، لالين وحده ما نساش قلنا ما اكزيكوتي تحت الديكلاراسيون. لاحظنا لافيكتاسيون تمات بطريقه مزيان، على خلاف انني الا جيت في وسط هاد السات وقلت ليه دير ليا هاد جوج المرات هنا غادي يعطيني اكسبسيون وغادي يقول لي لا. لاحظنا انكوريكت سانتاكس نير هاد بوان فيكل ما عرفش هو هاد القضيه، بينما في سيلكت قبلها بطريقه مزيان. اذا هذا هو هذه هي الطريقه نتاع لافيكتاسيون نتاع انا بين افيكتيف فالور لو فاريابل كنستخدم سيت سيلكت سميت الفاريابل كتساوي لا فالور. وكيف ما نبسم خلينا نبات ان ضروري لا فالور خصها تكون كومباتيبل مع لو تيب نتاعها، وسواء سيت سترين سواء سيت لي كود او لا ماشي كود، اللي غير المهم هو خص تكون واحد الفالور اللي يقدر يكونفيرتي، حيت هو كيدير واحد الكونفرتاج اوتوماتيك. وان سيلكت كنعطيها بزاف لي فاريابل في نفس الانسكريبسيون، بينما سيت لا شاك انسكريبسيون خصني نعطيها فالور ديالها. اذا هذا هو الشيء اللي غادي نشوف في الدرس هذا، اللي شفنا في الدرس هذا، وغادي يكتفي بهذا القدر هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.